ميزات المخلل وصاروا نضاف. ليكم منظرهم بشهي. امي خطر ببالي شغله، خلينا ننزل هدول اطرميزات التوابل وننظفهم، بغسل لك اياهم من جوا غسله مرتبه. بس انا نظفتهم لهدول. صحيح. امي مو كنا ناويين ندهن الحيطان؟ خلينا ندهنهم الليله، خلينا ندهن الحيطان انا وياكي. ليله؟ ايه الليله، انا وانتي منخلصهم بسرعه. اسراء؟ ايه اسراء، انتي منيحه بنتي؟ شو هدول امي طلبيه؟ هدول طلبوا منك عارف ما هيك؟ خلص انا بوصلوا اياهم. لا أنا رح وصلهم. إسراء استني شوي. شوفي شو عنا طلبية؟ يا روحي شو عم يصير؟ لكن عم وين؟ عم تتصرف كأنها منيحة بس باين إنها زعلانة. إسراء عم تبكي يا قلبي؟ لا أبكي شو أنتي كمان؟ بس كأنه فاتت غبرة وأنا مارقة من هون وكأنه عيوني تحسسوا منها. إسراء شو رأيك نحكي شوي؟ عن شو بدنا نحكي؟ ما فهمت. أف كلياتهم عم يقولوا لي خلينا نحكي خلينا نحكي، شو بدي أحكي أنا؟ ليش ضل في شي لحتى أحكي فيه؟ ضل في شي لحتى يغير اللي عم بيصير هلأ؟ يا الله والغبرة ما عم تطلع من عيوني. شو هاد؟ أنا ما عم بقدرت على رايحة. بصراحة أنا بقدر أعمل شي. موسى وين عاملين هاد العرس؟ أنا لازم أحكي مع مروان بأسرع وقت. أهلا وسهلا. مرحبا. مرحبا. أهلا وسهلا. كثير حلو هالمطعم والفستان قد ايه حلو. مرحبا ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك. ان شاء الله الف مبروك. مبروك سمح حواليك وحواليك كثير صالح وفستانك عم يشتغل يا شيخ. ياخذ العلقه حطيتي بعلقه. مثل ما يلا نايا يلا شو صار لك البيت؟ حاضر حاضر يلا قاعدين تعاون ورا برادتك صار في عجقه. طبيعي شو صار؟ مرحبا مرحبا كيف حالك؟ ان شاء الله الف مبروك. هنا تفضلوا روحي لعندنا. يا هلا وسهلا. هونيك مكان نتصور هون. مرحبا كيفكم؟ يلا يلا نورتونا اهلي. وقفوا ناخذ سيلفي. يلا صبايا مدوا بوسكم لقدام شوي. شو ما وصل ضيفك اللي عم تستنى؟ ما عم استنى حدا كارلا، صافن مو اكثر. بدي اسالك شغله، كيف قدرانه تكون هادي هيك؟ لانه انا بصراحه كثير متوتره مروان. يا ريت فيني يكون هادية مثلك. كارلا خانوم فيني ادخل؟ طبعا اتفضلي رولا. فينا ناخدك مشان نحط اللمسات الأخيرة؟ ايه طبعا ليكني جاي. ما بتأخر عليك. ايه تمام. فيك تساعديني شوي؟ ايه طبعا خليني اساعدك. شكرا على معزبك. على مهلك. أهلي الكرت لو سمحتي. أنا رفيقة العريس. استني ما بيصير تفوتي. مروان. زينب شو عم تعملي هون خير؟ أنا أجيت لأنه بدي أقول لك شغلة ضرورية. ما بدي أسمع شي زينب. مروان لما إسراء تركتك كانت معصبة منك شوي. لا تجيبي لي سيرة إسراء يا زينب. معنك شايفة إنه عرسي اليوم؟ اسمعني هي كان عندها سبب مقنع. صار لازم تعرف هالسبب. شوفي انا كثير لك. بعد هيك. شو صاير؟ اتركني بحالي موسى، لا تسأل شي. سكوت لا تسأل. كيف ما اسألك شي؟ رح يبلش العرس بعد شوي. والله ما عاد فهمت شي، أخذ السيارة وحمل حاله وراح. يمكن إسراء ما عاد تحكي معي بحياتها موسى، بس أنا كثير مرتاحة، كان لازم أحكي.
أنا جاهزة. الوضع عادي، ممكن اتاخر لانه في عجقه. اهدي اذا بتريدي. شو يعني رح يختفي؟ امي حاجت اللي لي اهدي ورؤي، صار وقت العرس ومروان ما حدا بيعرف وينه. كارلا يعني يمكن نسيان شي ورايح يجيبه، لا تفكري بالاسوأ بترجاكي. امي انا كيف بدي اوصل لمروان؟ تليفونه هون، شو بدي اعمل هلا؟ اضرب انا وحظي. كارلا كارلا وينكم انتو؟ الكل برا ناطرينكم. كنان مروان معنا مبين وما بعرف وينه. شو يعني؟ شو يعني ما بتعرفي وينه كارلا؟ ما بعرف، ما عم بقدر اتواصل معه، تليفونه هون وهو مو مبين، رح يصير فيه نفس الشيء مرة ثانية. كنان رح اتبادل يعني. ماشي روقي شوي، هلا خدي نفس عميق وروحي فوتي انت على غرفة العروس. يلا طيب. انا رح روح ادور على مروان وجيبه، لا تقلقي فوتي. يلا يلا اهدي شوي. مروان وينك؟ وين اختفيت؟ يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.